طب هلا بننتقل لمحطتنا الاخيره لليوم، مع عالم التنميه البشريه. دائما بنحاول نغوص بهيدا العالم المهتم بدراسه النفس البشريه وتطوير مهاراتها وتقدير قديش مهم عندنا كثير من المهارات اذا وظفناها صح، واذا فعليا قدرنا نستثمرها بالطريقه الصحيحه بيكون لها اثر ايجابي على نفسنا وعلى عواطفنا ومعاملتنا بشكل عام بالمحيط الاجتماعي. خلونا اليوم نستضيف المدربه التنميه البشريه فاطمه ريحاوي، نحكي اكثر عن مفهوم الذكاء العاطفي وقديش له اثر ايجابي بحياتنا اليوميه. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يا رب. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي شو هو الذكاء العاطفي ونعرف هو عنه. فن اتزان العقل مع القلب. يعني نحن الاشخاص بيقولوا لنا انه معقول انا اجيب هالعقل وحطه مع القلب؟ لا، اكيد لا. نحن النقطه الاساسيه انه نفهم مشاعرنا او عواطفنا ونرشدها للتفكير العقلاني. هاي باختصار تعريف الذكاء العاطفي. خلينا نوسع اكثر لكل الناس. فاطمه، معك الذكاء العاطفي اذا قدرنا نستثمره بالطريقه الصحيحه اليوم كلياتنا، يمكن قديش فينا اليوم نتعامل مع عواطفنا بطريقه سليمه او صحيه نفسيا؟ كلياتنا عندنا ضغوطات اجتماعيه اقتصاديه، بس بيلعب دور كثير كبير الذكاء العاطفي كيف فيني انا اعمل كنترول على كل عواطفي والتعاطي مع الاخر. خلينا نحكي عن اثاره الايجابيه اذا تم استثماره بطريقه صحيحه، قدرت انا كشخص فعليا اتعامل مع عواطفي بطريقه سليمه نفسيا. تماما. هلا احنا اهميه الذكاء العاطفي او اثاره الايجابيه بتنتج عنا بمجالات عديده، فرضا سواء كانت فئات عمريه، فرضا يعني اذا الرجال ولا نساء ولا اطفال او كبار السن، ولا من ناحيه مجالات العمليه، يعني مثلا احنا عندنا بالعمل بالقياده، بهي الامور كلها نحن بنقدر نستنتج انه الذكاء العاطفي يكون ايجابيا اكثر بهي الاماكن. يعني مثلا احنا بيقولوا لنا الاشخاص الاذكياء عاطفيا لما بيقدروا كيف بدي اقول لك انه يوازنوا بعقلهم وقلبهم وعواطفهم هي الامور. هيك للناس يعني فرضا بالحياه اليوميه او بالحياه العمليه، امثله ممكن فينا نشرحها للناس اكثر. فرضا احنا عندنا فريق عمل، سواء انا على سبيل المثال ضمن شركه معينه انا وكلت شخص يكون قائد، فهذا القائد ممكن يهتم بالجانب العاطفي. يعني كيف انا مثلا عندي الصبيه هون اليوم عندها اذن، انا ممكن اني اتغاضى اول مره، الصبيه الثانيه صار عندها تسيب انا اتغاضى. ليش؟ لاني انا بس بدي اكسب عندي شو، انه جمهور خاص فيني، فريقي العمل يحبني لحتى يسمع كلامي. لكن اجي عند القرار انا بدي اتخذ قرار، انا بدي اتخذ قرارات، فانا بحب اسمع هذا القرار وبحب اسمع هذا القرار وما بدي ازعل حدا، فانا ما بقدر اتخذ قرار بنفسي سليم يفيد الفريق كله. هون شو انا ركزت على الجانب العاطفي. بيجوا عندنا اشخاص ثانيين او قاده ثانيين شو بيقولوا؟ احنا رح نركز على الجانب العقلي او الجانب المنطقي. ليش؟ لحتى انا اكون قائد ناجح، انه من فكرته انه العقل هو المنطق هو الاصح. بيجوا بينسى الجانب، بيهمل الجانب العاطفي وببلش انه قراراتي انا دائما صح، لا انت قرارك غلط، انه المفروض تكون انت قائد مكاني لحتى تشتغل وتقرر عني. ليش ما بندمج نحن انه بالقياده فرضا الجانب العاطفي مع الجانب المنطقي لحتى شو نصير توازن بيناتهم لحتى نقدر نتخذ قرارات سليمه بشكل افضل؟ تمام. نحن كيف فينا نكسب اولادنا الذكاء العاطفي، او كيف فينا يعني نعلمهم انه يكون عندهم هذا الذكاء موسع واكثر يستخدموه بالمجتمع والحياه؟ بدايه احنا مكونات الذكاء العاطفي او مهارات الذكاء العاطفي اي شخص بده يكتسبها سواء طفل ولا كبير بالعمر، في عندنا خمس مهارات اساسيه من المفروض احنا نتعلمها كاساسيين، مثلا الاب او الام لحتى يعلموها لاطفالهم. بالبدايه عندنا الوعي الذاتي. شو يعني الوعي الذاتي؟ يعني انا انسان، كثير صبايا بتسالك بتقول لك انا معدتي عم توجعني، انا فرضا تعبانه الى اخره، بتسالها شو السبب؟ بتقول لك انا ما بعرف شو بني، ما بعرف شو صاير معي، مضغوطه كذا الى اخره، او بوصل للامتحان انا ما بقدر ميز هاي الامور انه شو سبب هذا الضغط. فانا هون حلوه كثير ما شاء الله عنك، فانا هون شو ما بعرف ميز الضغط اللي عندي. بتجي صبيه ثانيه بتقول انا بوصل للامتحان بدرس ما بعرف ليش توقفت. فهون بيكون عندنا الاشخاص ما لهم عندهم قدره ليميزوا مشاعرهم الخاصه. فانا من المفروض اذا انسان بده يكون ذكي عاطفيا، اول نقطه اساسيه تكون عندي هي الوعي الذاتي، ادرك مشاعري، يعني اقدر احدد شعوري بدقه، بعدها اتصرف معه بطريقه معينه، اعرف نقاط الضعف عندي ومن ثم نقاط القوه. بعدها انا عرفت هاي المشاعر، واكيد انا ما راح اعرفها باسبوع ولا باسبوعين، بدي نميها بطريقه معينه. بيجي بنتقل للتحكم بالذات. يعني انا فرضا اكتشفت تماما انا اكتشفت عندي نقطه ضعف، فمن المفروض اما زيد الايجابيات او حول السلبي لايجابي. ومن ثم بعد التحكم بالذات شو بصير عندي؟ انا تحفيز الذاتي. يعني هلا مثلا السياره ما رح تمشي بدون بنزين، نفس الشيء انا عرفت ذاتي وبلشت اتحكم بهي الذات، بعدها بيجي لمرحله اني انا بنضغط، بدي شيء يدعمني يقويني. فانا من المفروض يكون عندي شيء محفز لذاتي، فرضا ابحث عن شغلات سعاده بتخصني، امشي اسمع اغاني، اقعد مع ناس بحبه، الرفقه الى اخره. بعدها بنتقل للشيء الاهم اللي ضمن العمل، ضمن المدارس او الى اخره، شو اكسب جمهور او يكون عندي محيط ايجابي. فانا من المفروض افهم مشاعر الاخرين اللي حواليي
ومن ثم يعني كيف بدي اقول لكم اني استخدم هذا الشيء لحتى ادير علاقاتي بشكل مضبوط وبعدها انتقل للنقطه النهائيه اللي بتكون هي التعاطف. هيك انا شو بكون دمجت حالي وفهمت حالي وعرفت ادير حالي ومن ثم شو وجهت هي الاداره لحتى افيد الناس واتعامل معهم بطريقه صحيحه ومن ثم شو وصلت لتوازن فينا نقول اجتماعي وذاتي. طيب يمكن هدول خمس نقاط اساسيه ذكرناهم ركزنا عليهم بالبدايه، تدريجيا انا كيف فيني بلش؟ يعني لما اقول خمس نقاط وانت شرحتيهم مفصلا تمام. هذا بده وقت، يعني نحن بنعرف انه انا مثلا كل الناس مستعجله، يعني كل الناس بتحب تتعلم بسرعه، بس لما نحكي عن نقاط اساسيه بالذكاء العاطفي لاكون انا ناجح اجتماعيا وعمليا بده وقت. فخلينا نبلش خطوه خطوه، قديش بدنا مثلا مع كل نقطه وقت كيف فينا نبلش؟ طيب تماما. هلا اي شغله اللي احنا بدنا نتخذها او نشتغلها او نشتغل عليها احنا من المفروض نطلع السلم درجه درجه. صحيح تماما. فاحنا انا رتبت لكم الفئات او النقاط الاساسيه ترتيبا، احنا من وين بنبلش؟ من ذاتنا. انا فرضا بلشت على نقطه او مهاره الوعي الذاتي، انا من المفروض اختبر حاليا هل ترى انا عندي وعي ذاتي ام لا؟ يعني كيف انا عندي وعي ذاتي او لا؟ انا ممكن ابحث على وسائل خاصه اني انا اشوف كيف ممكن الشخص يحدد شعوره، ممكن اسال ناس اخصائيين، ممكن اجيب تمارين خاصه، فانا هون شو؟ بكون عم ناقش حالي لحتى احدد الوعي الذاتي عندي، ومن ثم بقدر انا عندي مثلا المستوى هذا متوسط، جيد، ممتاز الى اخره، ببلش شو؟ ابحث عن المهارات، مثلا الوعي الذاتي، كيف انا بطور عندي مهاره الوعي الذاتي؟ اول شيء انا بدي اسال حالي اسئله، انه انا مين انا؟ بعد كم سنه انا وين بكون؟ انا شو شعوري بالبيت؟ فرضا انا شو الشغلات اللي بتسعدني بالبيت؟ بالمدرسه شو الشغلات اللي بتسعدني؟ وبالعمل مثلا شو الشغلات اللي بتسعدني؟ برجع بقارن الشغلات اللي بتزعجني هون وهون وهون، فانا هون عندي نقطه اساسيه اني اشتغلها، اما زيدها السلبيات مثل ما حكينا، عفوا زيدها الايجابيات مثل ما حكينا، او السلبيات حولها لشيء ايجابي. طبعا مهاره الوعي الذاتي اقل شيء بدها اسبوع، كيف انا ما بين اكتشف حالي بين ما اطور حالي، نجي بعدها انا حسيت اني شو بلشت اخطي شوي بالوعي الذاتي، بنتقل للتحكم بالذات. التحكم بالذات كيف؟ هلا في اشخاص بتقول لك انه انا بدي اتحكم بذاتي، ممكن تقلي لها انه عدي من الواحد لثلاثة، تقول لك انه كثير صعب انه انا اكون معصبه اجي عد من الواحد لثلاثة. فرضا انت يا انسه نور شفتي عندك موبايل على التلفزيون واحدث نوعيه، فورا شو العاطفه عندك تقول انا رح اشتري هذا الموبايل، ولو شو ما كان رح اشتري، رجعي عندي من الواحد للعشرة مو من الواحد للثلاثة، رح تبلشي تناقشي انا ممكن اجيب لعبه لبنتي، ممكن اجيب لبس لبنتي. فهون انت شو عطيتي بهذا المجال اللي عديتي؟ انك ما تعطي للعواطف تتحكم بطريقه معينه فيك، انه بسبب شو العاطفه او الغريزه هي اللي توجهك، انت عطيتي هون للتحليل المنطقي شوي فرصه، هيك ناقشتي حالك شوي وبعدتي شوي العواطف عنك. بس كمان ما فينا ننكر انه الجانب العاطفي ممكن بعض الاحيان يكون انه مهم، لهيك بننتقل شو للتحكم بالذات، مثلا بنستخدم وسائل معينه، اللي احنا في عندنا كومه وسائل، هلا فرضا انا انسانه وقت بعصب بروح بمشي او بشوف حدا بحبه، اشخاص ثانيين ممكن يقولوا انا كاسه قهوه مثلا او فنجان قهوه هو اللي بيروقني، هون بنبحث احنا شو؟ بكون عندنا سلسله معينه او تعدادات كثيره، فكل شخص بياخذ اقل شيء خمس تعدادات شو بتناسبه، خمس نقاط شو بتناسبه، حسب الاريح له ليمشي عليها تدريجيا، واكيد انا ما رح بلش من اصعب خطوه ونفذها. تماما، هي اول خطوه بالنسبه للوعي والتحكم بالذات. بعد التحفيز الذاتي، احنا التحفيز الذاتي في له معوقات كثيره، فرضا احنا الهدف، احنا اشخاص كثير بتساله شو هدفك؟ بيقول لك اني اتخرج من الجامعه، انا مو من المفروض انه بس يكون عندي هدف واحد اني انا اتخرج من الجامعه، لا يكون عندي مهارات ثانيه، انشطه ثانيه، فانا اشتغل عليهم، من المفروض حدد هدفي الاساسي للتحفيز الذاتي ليكون عندي اصلا تحفيز ذاتي، بعدها انا اذا عندي عمل معين قسم هي الاعمال لاجزاء معينه لحتى شو ما راكم علي، ذكر حالي باهميه الموضوع والى اخره، هدول الشغلات لحتى شو؟ ان يكون عندي درجه اني اوصل لشيء اسمه تحفيز ذاتي. بعد التحفيز الذاتي انا كيف ممكن احصل عليه؟ بعد عن الاشخاص السلبيين، ابحث عن مصادر سعاده خاصه فيه، اهم شغله انه النوم الكافي واني ابعد عن الارق والشدائد وهي الامور كلها. بعدها بيجي عندنا فهم مشاعر الاخرين. هلا انت لما بتصيري انت بتفهمي حالك اكثر، فمن المفروض انك تقولي انا هي الشغله بتزعجني ممكن تزعج هذا الشخص الاخر، او ممكن انت اكيد بدك تكتسبي علاقه مع شخص معين، ممكن الاشخاص اللي بالشركه بلشتي من شخص معين، تراقبي من بعيد، تراقبي لغه جسده ونبرات صوته، فانت هون شو عم تراقبي بلغه الجسد؟ انه هذا الشخص لما بيكون معصب بيعمل هيك، لما بيكون مبسوط بيعمل هيك، فانت بلشتي شو؟ انت بهمك هذا الشخص عم تستمعي له، بلشي تدوني عندك المعلومات هاي الخاصه فيه، فانت هون شكلتي شو؟ مثل معلومات بسيطه عنه، بعدها حاولتي تخلقي حديث خاص فيه، ليش؟ انه انت مثلا شو بهمك؟ تحاولي انك تبدي اهتمامات خاصه فيه، فهون انت بلشتي تديري علاقات بشكل مزبوط مع هذا الشخص، ومن ثم حسب بقى انت كيف لقيتي النتيجه المعينه ما، فهون انت بتوصلي لاداره العلاقات، واخر شيء شو بيكون عندنا؟ التعاطف، حسب اذا شخص وقع مشكله بتدي اهتمامك فيه الى اخره، هون هي النشاطات كلها بتكون عباره عن اساليب واختبارات لحتى انت توصلي لها. تمام. خلينا نحكي بنقطة، يعني دائما نحن بنحط أهداف قدامنا، بنحط يمكن تفاصيل لازم نوصل لها، ولكن في وضع اقتصادي صعب بالبلد، نحن ما بدنا دائما
نحكي بمنطق انه نحن عايشين بمكان كثير مثالي، لا، نحن عندنا ظروف، عندنا يمكن طرق حياتيه هي بعيده جدا عن اي متعه بالحياه، نحن عندنا ضغوطات هائله، عندنا يمكن احتياجات كثير قويه، اليوم نحن محرومين منها نتيجه الحرب، نتيجه الوضع الاقتصادي، نتيجه كثير قصص. خلينا نحكي بنقطه، اليوم اي سلوك بدنا نتبعه او اي هدف او اي شيء نحن بنحطه قدام عيوننا، في شيء دائما بيوقف عائق، هي ظروف الحياه ما بتخلينا نكفي، بنكون ماشيين هيك بنصير ماشيين بثاني ميل. خلينا نحكي اليوم قد ايه نحن فينا نعمل كنترول، قد ايه فينا ممكن ما عاد بدنا نقول نتاقلم، خلص اصلا نحن تاقلمنا وتعدينا هدول القصص. طب كيف فينا نحن ما نيأس بقى اكثر، لانه في كثير نفوس خلص تعبت بقى. تماما. هلا الذكاء العاطفي مثل ما حكينا انه الانسان لما ببلش يفهم حاله اكثر ببلش يبرمج حاله لا اراديا. فرضا انا اول ما بلشت بالذكاء العاطفي بلشت اشتغل على موضوع، انا انسان كثير عصبيه، اول ما اطلع فوري من اي شغله بعصب، حدا بيطلع فيني نظره هيك بعصب. هلا ممكن شو يكون اهدى، كيف انا هذا الشيء لما بلش انا يكون عندي اول شغله الاراده، حتى لو شو ما كان اشخاص بيكونوا هدول وصلوا لمرحله لا اراديه من الياس فبدهم يبلشوا شو يكون عندهم اراده معينه لحتى يشتغلوا. قبل ما اطلع من البيت انا رايحه على المكان الفلاني بلش دون عندي المواقف اللي عم اتعرض لها بحياتي، فرضا هذا الموقف انا اتخانقت مع هذا الشخص، شو ممكن اتصرف لما بعد ما رجعت هاي المشكله، شو سبب هاي المشكله، شو الشيء اللي وصلنا، مين البادر بالمشكلة؟ أنا هون شو عملت؟ ناقشت حالي شو بكون عم بعمل بعد ما انتهت المشكلة وبعد ما راحت جميع المشاعر. أنا بلشت ناقش حالي، يا هل ترى أنا لو عامله هيك مو كان أحسن إلي هيك، أو لو هو الشخص مو متصرف هيك. أنا هذا الموقف دونته وحطيته على طرف مخي، شو بلش يبرمج إنه أنت إذا صار معك مشكلة قريبة من هالموضوع أنت رح تتصرف بالطريقة اللي حللتها. فأنا لما ببلش أدرس المواقف اللي عم تصير معي بحياتي خلال أسبوع بنلاحظ إنه خلال هاي الأسابيع كلها شو بتكون عم تتكرر كلها بس بطريقة مختلفة. فأنا لما بدون هاي المشاكل عندي أو المواقف اللي بتصير بعد ما بتصير بجي برمج حالي لاشتغله، بطلع من البيت انا رايحه على الجامعه رح اتصرف هيك، اول مره بلاقي صعوبه، ثاني مره بلاقي صعوبه، بعدها لحالي لا اراديا بصير بالجامعه انسانه، بالعمل انسانه، وبالمدرسه انسانه، والى اخره. خلينا نحكي شو الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، اذا اجتمعوا الاثنين بنفس الشخص قديش فعليا بيكون ذكي ليقدر يستثمر هي المهارات بشكل يومي بحياته. تماما. هلا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اثنيناتهم او فينا نقول كلاهما يعني بيفهموا المشاعر. مثل ما قلنا الذكاء العاطفي بيتركز على 5 نقاط او خلينا نقسمهم لنقطتين، نقطه ذاتيه ونقطه اجتماعيه. يعني انا لما بفهم ذاتي وبتحكم ذاتي شو بكون هون نميت عندي ذكاء اسمه ذكاء ذاتي. ولما انا بزيد عندي مثلا فهم مشاعر الاخرين والتحكم واداره العلاقات مع الاخرين، هون انا شو بزيد الذكاء الاجتماعي. ففينا نقول انه الذكاء الاجتماعي هو جزء من الذكاء العاطفي، ويعني الذكاء العاطفي هو رح يشمل الذكاء الاجتماعي. نعم. يعني فاطمة نحن بالختام بدنا نتشكرك وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى انه هذا الجيل اللي جاي يكون اكثر هيك متربي على ذكائه العاطفي ويكون اكثر يمكن مرونه بطرق الحياه حتى لو بده ينحرم من كثير مقومات. شكرا كثير لك، شرفتينا ويسعد صباحك. شكرا لك واهلا وسهلا فيكي مره ثانيه على شاشه الاخباريه. شكرا كثير.